ليلة مباراة الحسم، محمد فضلي في رقم 10 مع كريم رمزي، حوار خاص وقراءة مبكرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، أهم مفاتيح الفوز ونقاط الضعف والقوة، طريقة اللعب والتشكيل الأمثل الذي يمهد الطريق أمام الأهلي ليحصد اللقب. رقم 10 مع كريم رمزي الليلة 12 منتصف الليل على قناة مصر الأولى.